لنقاش آخر التطورات في الملف السوري. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية صالح فاضل. أهلا بكم سيدي. مرحبا بكم، حياكم الله. كيف تفسر انتهاكات نظام الأسد المستمرة بقصف المناطق السكنية والمراكز الطبية والتعليمية تحديدا في مناطق خفض التصعيد؟ تفسير ذلك الفشل العسكري الذريع الذي منيت به قوات الأسد وروسيا والميليشيات الإيرانية المتحالفة معها. فبهالحالة النظام عندما لم يستطع بل هزم وقتل كثير، هناك مقتلة بجنوده، أراد أن يضعف الثوار من خلال ضرب الحاضنة الشعبية، ولذلك النظام يرتكب جرائم إنسانية، يقتل المدنيين، يدمر المشافي، المدارس، المساجد، يحرق المزروعات. هذا ديدن الدكتاتوريين، دائما تصرفات جبانة تمتاز بالخسة والنذالة، ولا يمتلكون أي أخلاق حقيقية من أخلاقيات الحرب التي تعرفها الإنسانية. من هذا المنطلق هذا دلالة هزيمة للنظام، دلالة أنه لم يعد عنده أوراق ليلعبها في العملية العسكرية والسياسية إلا تلك الورقة وهي ضرب المدنيين. كيف تقيم ردود فعل المجتمع الدولي حيال هذه الانتهاكات التي تخلف يوميا عشرات الضحايا؟ المجتمع الدولي بشكل عام مجتمع فاقد للإنسانية. الحضارة الغربية والمتحكمين بالنظام الدولي فقدوا الإنسانية تماما، نقرأ الفاتحة على هذه الإنسانية. هذه يبقى النظام الدولي يوثق جرائم النظام وربما يوثق أي انتهاكات أخرى ويضعها في الأدراج ويستخدمها حينما تقتضي مصالحه، أي أن الإنسانية، المسألة الإنسانية هي جسر لتحقيق مصالح هذه الدول، أما الحالة الإنسانية الذاتية هي منتهية عند هؤلاء على الإطلاق، لأنهم هم من يصدر الطائرات. يعني روسيا كدولة عظمى على سبيل المثال للنظام الدولي هي التي تزود النظام، بل هي التي تضرب. ونعرف أن السكوت الدول الغربية على هذا المجرم، ودائما يعطوه فرص، إذا عمل كيماوي عمل كيماوي، إذا ضرب بالعنقود والفوسفور ضرب بالكل، إذا ضرب المدنيين ضرب المدنيين، هجر نصف الشعب السوري ويزيد، وهناك أكثر من مليون شهيد وأكثر من 500,000 600,000 معتقل ومثل هذا العدد أو يزيد من المعاقين، دمر مئات الألوف من البيوت، دمر البنية التحتية، أنهى كل شيء، ومع ذلك ما زال له ممثل في الأمم المتحدة. نعم، بعد خروج معظم مستشفيات إدلب وريفها عن الخدمة نتيجة استمرار القصف الجوي، لأي مدى تظن أن النظام ينتهج علنا سياسة الأرض المحروقة ويمهد لاقتحام إدلب؟ اقتحام إدلب بعيدة إن شاء الله عن بعيدة الحقيقة، بعد سقوط ربما دمشق هو الأقرب إلى سقوط إدلب. إدلب اليوم فيها 100,000 مقاتل، أقصد إدلب بمعنى الريف والجبال والمدينة، وهم متمرسون والحقيقة يعتبرون أن معركة إدلب هي معركة مصير. لماذا معركة مصير؟ يعني سابقا عندما حصلت بعض الانكسارات وبحجة الصلح وغيرها بالغوطة ودرعة التجأ الناس إلى إدلب، أما اليوم أهالينا من أهل الغوطة وحمص والمنطقة الجنوبية وأهل إدلب الحقيقيين كلهم إلى أين سيذهبون؟ لا يوجد أمامهم إلا خيار واحد، هو الصبر وقوة الإرادة والتوحد للوقوف أمام هذه الهجمة البربرية التي يشنها النظام وأعوانه والميليشيات الطائفية التي عاثت في الأرض فسادا. يرى البعض أن قصف نظام الأسد للمدنيين جاء ردا على خسائره في معارك حماة، ما مدى صحة ذلك؟ نعم، الحقيقة الثوار، قلنا نحن فشل النظام السوري وفشلت معه روسيا والميليشيا الإيرانية، وكلنا يعلم كيف سقط ما يسمى بالنمر سهيل الحسن الذي كانت تعتمد عليه روسيا، سقط عسكريا بسبب الهزائم المتكررة، فأراد الروس أن يجربوا غيره، وهو ماهر الأسد المعروف أنه قائد الفرقة الرابعة، أشرس فرقة وهي تابعة أيضا للحرس الجمهوري لبشار الأسد وماهر الأسد وهذه العصابة.
أيضا هو أمامه الانكسار القادم كما وقع لسهير الحسن، انكسارات تلو الانكسارات، وبإذن الله النصر لابد وأنه آت، لأن هذه المنطقة منطقة استراتيجية، منطقة جبلية تضم كتلة بشرية كبيرة، السلاح الحمد لله متوفر وبشكل جيد، والحاضنة الشعبية ما زالت مع الثوار. سيد صالح، المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت، بالتزامن مع ظهور بوادر للحل السياسي وتشكيل لجنة دستورية، ما هي برأيكم فرص نجاح مسار الحل السياسي في ظل القصف المستمر؟ ما دائما هو التغيرات على الأرض معروفة إلها أثر على الحراك والعمل السياسي سواء برعاية الأمم المتحدة أو غيرها، لكن الشعب السوري بلجنة دستورية بغير لجنة دستورية، نحن ثوابت الثورة السورية وعلى رأسها إسقاط النظام، لن نتنازل عنها تحت أي شعار، ولذلك الحل الوحيد إزالة هذا النظام سلما أو حربا، لا يمكن بعد مليون شهيد وبعد كل دمار ثلاث أرباع سوريا وفي كل أسرة في سوريا شهيد ومعتقل ومعاق، أن نقبل بأي مهادنة مع هذا النظام، بمعنى أن يبقى ولو لساعة واحدة إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، لا شراكة مع المجرمين وخاصة المجرمين اللي هن في الصف الأول والثاني والثالث أيضا من النظام الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري، لا يمكن أن يكونوا شركاؤنا في حكم سوريا القادم مهما قرر النظام الدولي. شكرا جزيلا لك الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية صالح فاضل، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية.